ذكر يحميك يا يا عجلة باشا. انت بتعمل ايه هنا هلا؟ يا بنت كنت بطمن عليك يا بنت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام صفايفة يا باشا؟ صفايفة ها؟ بس الهدوم ما جاتش على مقاسك. حيات امك يا ابن الكلب منعتك. ان معلقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش انا سيف الحديدي. طب ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك، يعني حد يعمل مع الضيف كده؟ ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا، قلة ادب مش عايز. ها؟ بلاش قلة ادب. ايه ده بقى؟ روح امك. الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، ايه احساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ انت ايدك ناعمه كده ليه يا لا؟ يا صبرا كانت بتردعك صناعي ولا ايه؟ صبرا، فكرتني بصبرا. اخبارها ايه؟ تومك اسمها ايه؟ بعينك. على فكره ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك. انسى. والله ممكن، بس انا مش واطي زيك، لان امك ملهاش ذنب. ما هي لو تعرف ان الخلفه دي هتبقى وسخه كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا، صح؟ حيات امك منعتك يا جماعه. يا دي يا بقى يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي ماشي. ايه رايك؟ قلت تهدى بقى. بس انا زعلان منك يا خيبت ظني، طلعت ما بتعذبش كويس، يعني هفق. انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده. تضحك؟ انا ضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبرا. ابن صبرا ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ ايه رايك؟ بتعمل ايه؟ بص كده. ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبرا وحياة امك منعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي. تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا، خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟ مش حاسس بحاجة. طب حس بقى. مبسوط؟ 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 حياة أمك أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. بتبعت تجيب صحابك معاك هنا؟ تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا أنا شايف إن أنا بعمله ده تسالي. نخش بقى على التقيل. ايه رايك؟ وانا موافق. هدواك شويه تقيل. ارجوك. شويه تقيل. يا ريت ترضى. يلا يا شاطر. يلا. حلو. حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك منعتك. يلا. استحمى بقى. عشان تأخرنا على الفصل. يلا. ها مبسوط؟ مبسوط يلا؟ مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا صحيح، تفرق لو كنت جبت فوطة خضراء من صفرة زرقاء؟ تفرقش كلها؟ تفرق في الرجولة. في الرجولة، الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الراجل. ها فين الرجوله؟ فين الرجوله؟ هتعرفها في يوم من الايام يا ابن صبرا. حياه امك منعتك. اهدى شويه، اهدى كده، انت حلو امور. اهدى اهدى صحتك.
اهدى يا بابا، اهدى يا حبيبي، اهدى يا بابا، اهدى شويه، اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرة. اللي اقول لي يا باشا، ليه القانون بتاعكو ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي، بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث؟ ولا انتوا مثلا بيبقى عندكوا عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوه على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتجهز الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتى، نخليها وقت تاني. ها؟ صحيح يا باشا نسيت اقول لك حاجه، كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقف على وشك صح؟ يا امك انا هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي؟ تاني يا بيه. وحياة امك من عندك. ادم بريء، دليل براءته كان بين ايديا. ولما هو بريء مسكتوه ليه؟ معرفش، السؤال ده كان محيرني وما كنتش عارف اجابته. لما قدمت لهم دليل براءته شككوا فيه ورفضوه، بس لما عرفت الاجابه اخدت قراري. وايه هو قرارك؟ هربته. هشام انت واعي للكلام اللي انت بتقوله ده؟ يمكن اكون خنت شرف مهنتي وهربت متهم، بس ده لاني انسان قبل ما اكون ظابط. حتى الظابط مهمته تحقيق الأمن والعدل، عشان كده أنا مش ندمان. أنا لأول مرة قدرت أسترد ثقتي بنفسي، عملت الصح وسط كل الظلم والقهر والغلط اللي كان حواليا. ضيعت نفسك يا هشام. بالعكس، أنا كده لحقتها قبل ما تضيع مني. تفتكر إن هما هيسيبوك؟ ما فكرتش في الموضوع ده، مش عارف ممكن ينتهي لإيه، بس كل اللي أنا عارفه كويس إني ارتحت، شلت حمل كبيرة قوي من على صدري. حتى لو هيقطعوني المهم إن أنا عملت الصح. أنا ما فكرتش فينا، أنا وبنتك وابننا اللي جاي. اللي بشوفه بيتعمل في الناس كنت بضطر اسكت عليه، مش عايز يجي اليوم ولا ايه بيتعمل فيكم. انا عايز ربنا يسترها عليكم وعليا، بس دي ناس ما بتعرفش ربنا. بس ربنا عارفهم واحد واحد، مش هيسيبهم، هيجي عليهم ويحاسبهم. صدقيني عمر ما الغلط هيفضل غلط، اكيد يوم هيجي وهيبان الصح. لحد ما يجي اليوم ده احنا هنعمل ايه؟ ما تقلقيش، انا مش هعذبك معايا. مش انتي كنتي طلبتي مني الطلاق قبل كده وانا رفضت؟ انا دلوقتي موافق وحاسب لك البنت كمان، عشان على الأقل لو اتأذيت هتأذي لوحدي ومفيش ضرر يجي عليكم. بدون ايه يا هشام؟ ده أسلم حل يا منى. أنا ممكن أفقد شغلي، مركزي يضيع، ما يبقاش عندي سلطة بعد كده، هرجع إنسان عادي تاني. يعني مش هيبقى فيا اي ميزه عشان تتمسكي بيا. الله يسامحك، بقى انا عايشه معاك يا هشام عشان سلطه. انا ما قلتش كده، بس انتي اتعودتي عليها.
مش هتقدري تستغني عنها وانا انا مش هقدر اديها لك تاني. مش هقدر. انا مش عايزة حاجة من الدنيا دي غيرك انت. انت بس. ليه مش عايز تصدقني تغير؟ ليه مش عايز تحس بيا؟ انا جوايا جرح طويل اوي عمال بينزف، مش عايز يقف، مش عايز يقف. فوقني فوقني اوي وروح من النوم. هي بنتي الوحيدة، بنتي الوحيدة بقت عاجزة قدام عينيا، وانا مش قادرة اعمل لها حاجة ولا سبب. يعني انتي انتي عايزة تكملي معايا؟ ولو موقفتش جنبك مبقاش بنت اصول. بس عشان ما تبقيش بنت اصول. لا يا حبيبي لا، عشان انت جوزي، ابو بنتي، ابني اللي في بطني، لانك أطيب وأحن راجل في الدنيا كلها. أنا ده أنت ده أنت ما كانش بيعجبك طريقتي. كنت عامية عامية وفتحة ساذجة، وفهمت إني معايا أحسن راجل في الدنيا كلها. عارف ليه؟ لأنك إنسان وعلى تآمن على نفسها وهي معايا. لو حبيت تشيلها جوا عينيك، ولو كده ما تسلمهاش ابدا. لو كنت كده من الاول ما كانش عمري بقى فيه مشاكل ما بيننا، كل حاجه هتبقى كويسه تاني يا حبيبي. وعلى فكره انا عندي خبر حلو ليك. الدكتور بتاعي عايز يتكلم من لندن وقال ان هم قبلوا العمليه وان شاء الله هتخف وتبقى كويس. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه. يعني بنتي هترجع تمشي تاني على رجليها؟ ان شاء الله يا حبيبي، مفيش حاجه كبيره على ربنا. بجد؟ يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب. كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة. على فكرة كان ينفع تخرجوا تحتفلوا في أي مكان، وأنا كنت هبقى قاعد هنا، يعني هروح فين يعني؟ ده كلام برضو يا آدم. دي سيسيل بتحضر الأكل وجاية ورايا دلوقتي، وبعدين احنا في ظروف ما تستحملش إن احنا نسهر بره.